السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رفاق؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ده اول فيديو ليا في 2023، ويا ريت ننسى 2022 بمرها وامرها ومر امرها ومر مرها وكل حاجة فيها، لان اقدر اقول لكم ان 2022 كانت اسوأ سنة ليا بعد السنة اللي توفت فيها والدتي. ف2022 بقت أسوأ سنة، لأن شفت فيها ناس تقدروا تقولوا كده اللي في رجليكم أحسن منهم. أو والله المهم ندخل بقى على الفيديو، بس يا ريت طبعا قبل ما ندخل على الفيديو يا ريت طبعا نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا إله إلا الله. وما تنسوش الاشتراك مش بفلوس، ببلاش، ماشي؟ الاشتراك، اللايك، التعليق، الشير، كل ده ببلاش مش بفلوس. يعني ممكن تعملوا اشتراك عادي وتفعلوا الجرس، تعملوا تعليق براحتكم، تشيروا براحتكم عادي، يعني ده كله هيبسطني. ويا ريت نوصل بقى في السنة دي، بقى يا ريت اوصل بقى كده 50,000، 60,000، 70,000، 100,000، يعني مش بعيد على حد. يعني 100,000 المشترك مش كتيرة، يعني ما اعتقدش انها كتيرة يعني، او حاجة صعبة على الناس. يعني ده اشتراك، ضرر اشتراك وخلاص، اشتراك هيطلع لكم جرس دوس عليه على الكل وخلاص، عشان لما ننزل كل فيديو ينزل لكم. عشان ايه؟ اعمل لكم فيديوهات كتيرة ونتكلم عن حاجات كتيرة ونبقى كلنا اسرة مع بعضينا. تمام. ويلا بينا بقى ندخل على ايه؟ على الفيديو. يو يو يو، ازيكم يا رفاق؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انتم وحشتوني، واخيرا جبت لكم بفيديو، وهيبقى فيديو جميل لذيذ عشان عن الفنانة شيرين. شيرين مين؟ شيرين عبد الوهاب المغنية، اللي هي دايما عامله لنا كده قلق، عامله كده دوشه، عامله ازعاج، عامله اي لخبطيطه كده عشان ايه؟ ناس تتكلم عنها. الحكايه يا جماعه وما فيها ان شيرين عبد الوهاب اخدت جوزها بايديها كده زي الشطار، انكشوا في بعض. وعلى فكره حسام حبيب رغم ان جوزها كان مدير اعمالها، يعني حسام حبيب مدير اعمال شيرين. المهم انكشوا في بعض كده وراحوا على فين؟ على لبنان. ليه؟ يعني اكيد يعني عشان طبعا يعني معروف اللي بيروح لبنان ليه؟ عشان يتفسح، يشوف اماكن حلوه، يشوف اماكن جديده، يغير جو. لكن شيرين لا، ما عملتش كده. تخيلوا شيرين عملت ايه؟ انا هقول لكم شيرين عملت ايه. شيرين عبد الوهاب راحت عند الفنان فضل شاكر. راحت فين؟ عند الفنان فضل شاكر. راحت له فين؟ راحت له المخيم اللي هو قاعد فيه، او المكان اللي هو قاعد فيه، مع ان معروف ان الفنان فضل شاكر مطلوب، يعني مطلوب عليه اواضي كتيرة ومطلوب. فتقوم ايه بقى شيرين الننوسة المحروسة، تقوم عاملة ايه؟ تقوم رايحة هي وجوزها مدير اعمالها وشوية كده منتجين على مش عارف مع شلتهم كده، وراحوا له المكان اللي هو فيه. فطبعا هما هناك طبعا بيصوروا بقى فيديوهات بقى، وفرحانين بقى مع الفنان فضل شاكر بقى، وقاعدين فرحانين. فالفيديوهات دي انتشرت، اتشيرت وانتشرت، عقبالي كده اما الفيديوهات كمان تنتشر يعني ان شاء الله. المهم فايه بقى، فنزل يعني النيابة قررت او الشرطة قبضوا على مين؟ عليها، على شيرين عبد الوهاب، بتهمة إن هي كانت عند فضل شاكر، وفضل شاكر عليه أواضي وعليه مشاكل. طب إنتي رحت إزاي؟ طب عرفت إزاي؟ طب عرفت مكانه إزاي؟ وكل ده وجوزها فين؟ مختفي يعني، مش ظاهر في الساحة، يعني زي ما يكون هو اللي بلغ عنها أصلا يعني. المهم فعملهم إيه بقى؟ علشان بقى ما يحصلهاش مشاكل، فجبت لهم التصاريح والحاجة اللي هم أخدوها اللي طلعوها، يعني التصاريح اللي طلعوها علشان إيه؟ يروحهم عند فضل شاكر. طيب يعني انت عارفة ان هو مثلا عليه عنده مشاكل،
حلو، وعليه مشاكل، عنده مشاكل يعني. فانت رايحة وفي تصوير وبتثبتي يعني بتعملي على نفسك مشاكل وبتعملي نفسك مشاكل وبتصوري وعادي كده وعادي يعني عادي. هي شيرين دي هتعقل امتى؟ هي يعني على الاقل يعني مثلا المفروض جوزها يعقلها يقول لها لا يا شيرين ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان احنا نصور مثلا، او لو الا اذا لو هو بقى اللي كان بيصور وهو اللي عايز يثبت عليها حاجه او عايز يعمل لها مشاكل، لان هو شكله اصلا لمت يعني. اللي شكله لمت مين؟ شكله كده يعني بتاع مشاكل من الاخر، اللي يشوفه قال ايه طيب، ما هو شكله بتاع مشاكل حسام حبيب ده ماشي. فاحنا هنا موضوعنا دلوقتي عن مين؟ عن شيرين. فانت يا شيرين رايحه يعني، انت رايحة لبنان اتفسحي مثلا، روحي اماكن كتيرة في لبنان اتفسحي، اخرجي غيري جو مثلا، نظفي مخك ده شوية هناك. لكن رايحة تقعدي مع عند فضل شاكر وتتصوروا معاه وتطلعوا معاه وشكلكم شغالين اغاني وبتغنوا، يعني انا مش عارف والله عقلنا ده، العقل ده ربنا خلقهن ليه اصلا يعني؟ مش عارف يعني. انتي دايما كل مرة لازم تعملي مشكلة، لازم تطلعي تعملي حاجة عشان تلفتي الانتباه، علشان الناس تقول اه شفتوا شيرين 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 شيرين، يعني الناس بتشهد يقول صوتك حلو، والناس حتى اللي بره مصر يقولون شيرين صوتها حلو، اغانيها حلوة. حياتك كلها مشاكل، انت مستحملة نفسك ازاي بجد؟ انت مستحملة نفسك ازاي يعني؟ الواحد بيقول يا رب عدي أيامي على خير. الواحد قبل ما بيقول كلمة بيقعد يفكر فيها 500 تشريون مرة، يعني أنا لو قلت الكلمة دي الناس هتفهمها إزاي؟ طب أنا لو عملت الحاجة دي الناس هتقول إيه؟ طب الواحد عادي، أنا لا فنان ولا مشهور، وإحنا ولا مشاهير ولا نيلة ولا أي حاجة، والناس وبنقعد نفكر في أي حاجة قبل ما نقول أي حاجة بنقعد نفكر فيها. إنما أنت ما شاء الله مندفعة على طول، وده على فكرة محدش يقول لي ده اللي على قلبها على لسانها واللي على كرشها في بطنها، لا مفيش الكلام ده. في مخ، في مخ لازم نفكر بيه، لازم قبل ما نقول حاجة نفكر فيها الأول. لا وبعد ما يعني خرجت من المحكمة أو بعد ما حققوا معاها قام اضطرت على مصر. طب ما انت بتعملي مشاكل لنفسك، ما هو انت اللي بتعمليها. فأنا مش عارف يعني انت هتجيبي ايه اخرك، او انت ايه اللي ناويه تعمليه او اللي عايزه توصلي له، انا ما اعرفش. وعلى فكره انا ملاحظ مش هي بس، ده هي وكذا حد يعني، هي وكذا حد لما يحبهم يبينوا نفسهم يعملوا اي شو عشان يبينوا نفسهم. واظن انتوا فاهمين انا قصدي مين يعني. هو مفيش غيره، انا نمبر وان، نمبر هو ده برضو. لما يحب، لما يغيب ومحدش يسمع عنه ولا حد منه، يطلع يعمل برضك فرقعة كده في الجو عشان ايه؟ يقول انا موجود اهو في الساحة برضك. فده كان الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وزي ما قلت الاشتراك مش بفلوس ببلاش، واللايك ببلاش، وتفعيل الجرس ببلاش، والتعليق والشير وكل ببلاش، واللي عايز يدعم هيلاقي تحت الفيديو كلمة تشكرات او شكرا او ثانكس، ممكن يعني يدعم القناة عادي يعني، ما فيهاش حاجة عادي، كلنا اخوة مع بعضينا. واحب اقول للناس هم عارفين نفسهم كويس، ياريت ترجعوا تاني تشتغلوا على القناة بتاعتكم، وبطلوا كسل، وحاولوا انتم السنة دي تحققوا حاجة اللي انتم بتحلموا بيها او الحاجة اللي انتم عايزين توصلوا لها، وإن شاء الله هتوصلوا. وبقول الرسالة لأي حد، لأي حد، إذا أنت محبط أو حد يأسك أو حد أحبطك أو حد عليك فاشل أو أي حاجة، ما تسمعش للناس دي، ما تسمع لهمش، كمل ورا حلمك ورا هدفك وهتوصل. هتتعب بس هتوصل، مفيش حد وصل بسهولة يعني، مفيش حد بيوصل لحاجة هو عايزها بسهولة خالص، لازم يتعب ويتعب زيادة، ويقع ويقف ويقع ويقف عشان يقدر يوصل للي هو عايزه.
ماشي، يبقى دي رسالة للكل بقى، يعني دي رسالتي للكل، امشوا ورا حلمكم وهدفكم، متسمعوش لأي حد ولا تخلوا أي حد ييأسكم ولا يحبطكم ولا أي حاجة. حلو حلو، يلا وأقول لكم سيروا بقى. والله أنا من كتر الكهبلة اللي في حياتي بقيت حاسس إن كل مرحلة في حياتي بتقول المرحلة اللي قبل منها سيبوها، أنا عايز أقعد.